رياضة صعبة جدا، واحدة من أخطر الرياضات حول العالم. طبعا هي احنا بنتكلم عن انها ملهاش شكل قانوني رسمي لحد دلوقتي حول العالم، لكن هي رياضة بتعتمد في الأول وفي الأخير على ذكاء الشخص اللي بيلعبها وعلى قدرته ومرونته، قدرتك على ان انت تعدي الحواجز، تخطي مسافات عالية، تنط من حاجة لحاجة، تتشقلب بقى حاجات كده قوية جدا، وبتحتاج مهارة عالية جدا ومش كل الناس تعرف تعملها. الرياضة دي دخلت مصر، مجموعة من الشباب في أماكن مختلفة تعلموها بالتأكيد برا مصر ودخلوها مصر، وفي منهم اللي علم نفسه بنفسه، في مجاميع بتعلم. النهاردة معانا مؤسس فريق وولفز تيم، الفريق ده من محترفي هذه الرياضة ومن أول الفرق اللي دخلت الرياضة دي مصر، ومعانا كمان عضو من الفريق، وهنتكلم عن الرياضة دي وهنشوف شكلها إيه وبيعملوا إيه، وبعدين هي موجودة في ذكرياتنا كده لما نتفرج على الأفلام، نشوف الفيلم بتاع الشباب اللي هم كانوا حرامية وبيسرقوا وبيجروا من الشرطة، فبقت مرتبطة في دماغ الناس الرياضة والولاد اللي بيلعبوها بالحتة دي. طبعا دي صورة من صور تكريس السينما العالمية لأشكال الرياضة، لكن النهاردة هنشوف الجوانب الإيجابية فيها ونشوف ممكن نتعلم منها إيه ونتعلمها إزاي. منورنا ومنور حضراتكم في الاستوديو النهاردة كريم علي لاعب باركور. صباح الفل يا كريم، منورنا. وكمان أستاذ سامح شمس الدين لاعب باركور وواحد من اللي دخلوا اللعبة مصر ومؤسس فريق وولفز تيم. صباح الفل. صباح النور. منورنا. وخليني أبدأ معاك أستاذ سامح وإحنا بنتكلم عن الباركور، قول لي بقى إديني ملخص كده للرياضة من وجهة نظركم. الرياضة باختصار هي ازاي ان انت تنتقل من نقطة لنقطة بأسهل وأسرع طريقة ممكنة. مقسومة لجزئين، جزء اسمه باركور، جزء اسمه فري رانينج. باركور زي ما قلت ازاي تتخطى الموانع اللي قدامك دي أيا كان نوعها بأسهل وأسرع طريقة. الفري رانينج ازاي ان انت تتخطى نفس الموانع دي بس بطريقة استعراضية شوية، بيبقى فيها فليبنج، شقلبة بقى وشغل اللي الناس بيعجبها قوي. كريم، واحنا بنتكلم على الرياضه دي انت بدات معاها امتى بقى ودخلتها امتى؟ كريم عنده 17 سنه، يعني نقدر نقول دخلتها وانت عندك كام سنه؟ حوالي 15 في 2016. من سنتين كده. وبعدين بقى عملت ايه؟ لعبت واستمريت حوالي بتاع 8 شهور. وبطلت حوالي بتاع سنه. وبعدين؟ عشان اصابه. اتصبت ايه بقى؟ هو بسبب حركه كده انا استعجلت فيها، عملتها غلط، وقعت وقعه غلط، فما كملتش بقى فيها. لا ورجعت. ايوه يعني خدت سنه ريحت فيها شويه تتعالج من الاصابه. لا وعشان ثالثه. وعشان ثالثه ايه؟ ثالثه سنه. لا خلاص ماشي كده معاك العذر بتاعك يعني. ارجع لك استاذ سامح واحنا بنتكلم عن الرياضه دي، قول لي اللي عايز يتعلمها او اللي عايز يدخلها المفروض البدايه عنده تكون ايه؟ البدايه بنشتغل تاهيل بدني بالفتنس، وشويه تمرينات للمرونه، دي تبقى اهم حاجه يعني عشان الصدمات بتاعه الباركور في الارض بتبقى قويه شويه. فبتقعد سنه في البيت اهي. ما هو للاسف استعجل. هي الاصابات عامه، طيب يعني نتكلم في النقطه دي. الاصابات عامه بيبقى سببها حاجه من اتنين، يا اما تدريب غلط، مدرب مش فاهم كويس، يا اما تهور. التهور ده ان انت مثلا ما اتقنتش الحركه كده او حاجه، ما اتقنتش الحركه كويس تطلع تعملها في الشارع. ده لازم يؤدي الاصابه يعني. وعامه الباركور زيه زي اي رياضه فيها اصابه يعني. استاذ سامح، كلمني عن دخول اللعبه دي مصر، اتعلمتوها بره وجبتوها ولا جبتوها ازاي؟ وصلتوها لنا ازاي؟ يوتيوب. من اليوتيوب. تمام. انا واحد من الناس كنت بشوف الحركات دي مش لاقي لها مدرب. انا من اول الناس اللي بدأتها في مصر، كان زي ناس برضو سنه كام كده او من كام سنه؟ 2009 تقريبا. يعني حوالي 9 سنين تقريبا. فكنت بشوف الفيديوهات مش لاقي حد يدربها خالص، كنت بقى يعني اروح ادور على جمباز. يعني ده اقرب حاجه تعلمني الحاجات دي. شقلبه بقى وكده ومرونه بالظبط. فقالوا لي لا ده انت لازم يكون عندك 3 سنين او سنتين. هتصغر تاني ازاي بقى؟ يعني طب ايه؟ طب انا نفسي اتمرن، طب اعمل ايه؟ فمفيش اي وسيله. فبدات ان انا اخد 2 صحابي وننزل نجرب الحاجات دي. طبعا للاسف يعني كان بيبقى فيه اصابات كتير لان مفيش ادوات حمايه ومفيش تكنيك نفسه بتاع الحركه مش معروف لسه. تمام. بنكتشفه مع بعض. فيعني ابتديناها في الاول كان الموضوع صعب شويه بصراحه، والحمد لله يعني مع خبره وتعلمنا بقى ازاي، وتواصلت مع الناس بره، عرفت الحركات دي بتتعمل ازاي بالظبط، هم سابقنا طبعا. فيعني مع الوقت بقى والخبره والتدريب كتير وناس كتير بتيجي، فالموضوع بقى يعني دلوقتي متقن شويه عن الاول. بقى في ادوات وبقى في صالات كتير. بس